والآن متابعة لأحوال الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا يوسف وشكرا إلهام. أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظات القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 12، الجو فيها معتدل. في الإسكندرية 21.9 والجو أيضا فيها معتدل. في مطروح 20.10 والجو فيها معتدل. في بورسعيد 21.10 الجو أيضا معتدل. في الإسماعيلية 22.9 الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 درجة والصغرى 10 درجات والجو فيها معتدل. في العريش 20.9 الجو فيها معتدل. في طابة 21.10 والجو فيها أيضا معتدل. في شرم الشيخ 24.13 الجو فيها معتدل. في الغردقة 24.13 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 درجة والصغرى 9 درجات والجو فيها معتدل. في أسوان 27.10 الجو أيضا معتدل. في الوادي الجديد 23.6 الجو معتدل. في شلاتين 25.16 الجو فيها معتدل. وأخيرا في حلايب 21.15 والجو فيها أيضا معتدل. الآن متابعينا ومشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.